المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. نشرت مواقع إخبارية أن الملك محمد السادس قطع عطلة وزراء حكومة سعد الدين العثماني بعدما توصلوا باتصالات مستعجلة تدعوهم للعودة إلى مدينة الرباط لحضور مجلس الحكومة الخميس المقبل بعدما علقه العثماني. وأضافت ذات المصادر أن العودة الإجبارية للوزراء جاءت للمصادقة على مشروع قانون بمرسوم يقضي بخلق صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش قبل أيام مضيفة بأن محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية أعد على وجه السرعة مرسوم بقانون طبقا للفصل 81 من الدستور لإحداث وتنظيم الصندوق للتداول بشأنه في المجلس الحكومي قبل عرضه على لجنتي المالية بمجلسي البرلمان خلال عطلته. وحسب ما نقلته الأخبار فإن حالة استنفار التي اضطرت لقطع عطلة الوزراء تهم كذلك تعديلات جوهرية على قانون الطوارئ الصحية في اتجاه مزيد من التشديد اتجاه المستهترين. وأكدت مصادرنا أن عبد الوافي الفتيت أدخل عدد من التعديلات التي من شأنها محاصرة انتشار الوباء والحزم في تطبيق المقتضيات الجنائية. دمتم سالمين مطمئنين وشكرا على حسن الإنصات والمتابعة.